ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، بينا في الأسبوع الماضي أن الغذاء المباح قد قسمه العلماء إلى أقسام جمعت في سبعة أقسام مما لا دليل صريح في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا عن نوعين منها، وهو ما كان في ذكر العبادات وأثرها في النفس، وما كان من المديح النبوي، وما كان في الزهديات وغيرها من الأشعار المراقبة في الآخرة. والثاني ما يقول المسافرون من كلام موزون شعرا كان أو نثرا لبعث النشاط في نفوس المسافرين. والواصل الحديث مع أنواع المباح لنرى منها النوع الثالث، وهو إباحة الغناء لتنشيط العمال في الأعمال الشاقة، وهذا نراه بلا نكير كما كان في حفر الخندق، حيث غنى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بآيات من الشعر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد معهم عجز البيت، الأمر الذي يعطي نغمة للغناء ويزيدهم تطريبا. والنمر الرابع الغناء في العرس، وهو معروف مشهور ما فيه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بذلك وإرشاده إلى فعله. وقد قال جماعة من العلماء إن الطبل في النكاح كالدف، يعني استعمال الطبل والدف وغير ذلك كله سواء، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح التي يشتهر بها أن فلان تزوج فلان على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجوز استعمالها فيه بما يحصل من الكلام ولم يكن فيه رفث، يعني يكون كلام فيه نوع من التفريح وإظهار الفرح والسرور بعيدا عن الرفث في القول والفسوق. وأما النوع الخامس فما كان من غناء الحماسة في الحوض لتحسين الشجاعة وتحريض الناس على الغزو، ولو كان معه آلة موسيقى فهذا قد أجازه العلماء. وفي ذلك يقول الإمام ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. والنوع السادس ما كان من الغناء للأطفال لتسكينهم من الأمهات أو لتفريحهم وتدليلهم من الأمهات أو الآباء على حد سواء. ومما رأيت من الجفة في هذا الأمر أنني أخذت طفلا فدللته بشيء من النوم فتعجب والده الذي هو أولى بذلك مني ظنا أن ذلك حرام لكثرة ما سمع من التحريم. والناس في عصرنا هذا أصبحوا مرضى يحبون المحرم، يحبون من يقف يقول هذا حرام حرام حرام، يفرحون بهؤلاء الناس ثم هم يفعلون ما يقولون أنه حرام. نوع من الإرضاء النفس المريض، أريد أن أخلق قناعة عند نفسي أنني مسلم صحيح الإسلام دون عمل صحيح. بماذا؟ بقناعات الامتحان.
وهذا خطأ فادح، وسمى سنتها أمتنا تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فأجشى الناس في ذلك وأشقاهم هم اليهود، أخذوا هذا الطريق وأصبح الحبل أعظم عندهم، ذلك الحبل الذي يحرم لا أقل شيء حتى الذبيحة. ينظر البهيمة ويقول لا، انحرفت بمقدار 1 سم. الله أكبر، هذا الحبل الراهن، هذا الحبل الذي يخشى الحرام حتى في ملي، فلا يأكل اللحم هذه الذبيحة. هنا الناس يمجدونها ويعظمونها ثم هم يأكلون الذبيحة، وربما هو عزم عليها بعد ذلك فأكل منه، ولا بال. الشاهد أن هذا النوع مباح للأطفال لتسكينهم أو لتفريحهم وتدليلهم من الأمهات والآباء على حد سواء، ومن السنة في ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير والإمام الحاكم في علوم الحديث سند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بيد الحسين بن علي، وفي رواية إما الحسن أو الحسين لا يذكر الله، فيرفعه على باطن قدميه، يعني يمشيه على صدره صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: حزقة حزقة ترقى عين رقة. يركزه بهذه كلمات حزقة، هو الطفل الصغير المقارب بالخطى القصير، الخطى خطى متقاربة يقال له حزقة. والبقة طائر صغير الحج، فما بالك بعينه إذا كان الطائر صغير الحج، فما بالك بعينه إذا هي أصغر. هذا نوع من التدليل: يا ولد يا صغير يا جميل. لكنه اللغة التي تمثل صاحب المقام صلى الله عليه وآله وسلم لغة العرب، يعني يا ولد يا صغير يا جميل، أو يا عيسى يا صغير لابس مغير. فهذا نوع عندما تحدث فيه مجافاة ينشأ الأولاد في جفوة وتتربى في نفوس قسوة، وقد يلاحظ الشر كنوع من ألوان التربية. النوع السابع ما كان من الغناء في الأعياد، وبخاصة عيد الفطر والأضحى، وكلنا يعلم غناء الجواد عند عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة الصديق في بيت النبي المصطفى يوم عيد الأضحى. وإن كان الصديق رضي الله تعالى عليه المغن في بيت رسول الله ورد الرسول المصطفى الكريم الرحيم أمتي عليه بقوله: يا أبا بكر، إذا لكل قوم عيدا، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا عيدنا أهل الإسلام. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في رواية الحديث أن المراد من ذلك أن يعلم أهل الكتابين أن في دين الإسلام سماحة، أن فيه رخصة لأن يفرح الناس وليتمتعوا بالعيد بطريقته، ما دام الغناء كما قلنا ليس فاحشا ولا قبيحا ولا فيه كلام سوء. ونظرا لأن الغناء في العيد سنة، فقد أنكر الأخيار على أهل الأنبار حين لم يرى الأطفال يغنون يوم العيد. في يوم من الأيام دخل عياض الأشعري الأنبار، مدينة الأنبار بالعراق، ووجدها جميلة
فقال ماذا أرى الناس يضربون بالكف في يوم العيد؟ رأى أن الأمر فيه مجافاة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها سماحة وفيها رخصة لأهل الإسلام بأن يتمتعوا بيوم العيد. في أشرف الأماكن
ففي صحيح مسلم عن محمد بن عبد الله بن نوفل انه راى اسامه بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب به في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجعا رافعا احدى رجليه على الاخرى يتغنى النصب. والنصب ضرب من اغاني الاعراض الموزون الذي يشبه الحذاء. هذا الحديث طبعا الفقهاء يعني فيه قضيه مضطجعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستركيا على ظهره وضع احدى قدميه على الاخرى، هذه قضيه تكلم عليها العلماء. ثم يتغنى النصب يغني نفسه غناء من كما قلنا من غناء الاعراب من الغناء الموزون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخرج البيهقي عن عبد الله بن عبده انه سمع عبد الله بن ارقم رضي الله تعالى عنه رافعا عقيرته يتغنى، العقيره هي الصوت يعني، رافعا صوته يتغنى. من عبد الله بن ارقم هذا؟ عبد الله بن عبده يقول: ولا والله ما رايت رجلا قط ممن رايت واغلبت اراه قال: كان اخشى لله من عبد الله بن ارقم. التابعي الذي روى عنه راى صحابه القصه قال: ما رايت رجلا كان اخشى لله واتقى من هذا الرجل الذي رفع صوته بالغناء حتى لا يظن احد السوء بهذا الصحابي، ولا الصحابي رفع صوته يغني. مما يقودني في هذا المقام عندما يجاف الناس الشر ما ذكره الشيخ محمد البزالي رحمه الله تعالى عليه من يسوق الدعوه في العصر رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ذكر انه كان مشرفا على احد الطلاب في المملكه السعوديه في احد رسالات الجامعيه في الدعوه، فطرق الطالب الباب وكان الشيخ يعني يعد نفسه لشيئه ويترنم بشيء من الغناء، ففتح الباب ولم يرفع ترنيمته. الشيخ كان رحم، فكان في هذا الوقت وقت ترويح يروح عن نفسه، كان في مطبخه كان يفعل شيئا فيروح عن نفسه، فطرق الباب ففتح فلم يقطع الشيخ ترنيمته لانه لا يفعل حراما ولا يفعل مكروها ولا يفعل وهو بغير عند الله وهو اعلم بذلك من هذا الطالب السحوق. فلما فتح الباب ولم يقطع ترنيمته قال ففزع الطالب وقال: اتغني يا شيخ؟ قال الشيخ: وماذا علي لو غنيت لنفسي؟ وماذا علي يا بني لو تغنيت لنفسي؟ ان شئت دخلت حتى اشرح لك وابين لك حقيقه الامر والصواب فيه، وان شئت انصرفت على غير رجلك. كان الشيخ اخر حياته رحمه الله تعالى عليه ذاق صدره بامثالنا من المتحزبكين الذين يعلمون القليل ويتكلمون الكثير ثم يصبون جعل غضبهم على سائر المسلمين. ولذلك قال له الشيخ: ان شئت لفلت فبينت لك حقيقه الامر بينت لك حقيقه الامر وان شئت انصرفت على غير رجله. قال: فانصرف على غير رجله. تخيلوا هذا الالتفات، طالب بين يدي شيخ عمده في الدعوة إلى الله، مضى عمره في الدعوة إلى الله وحياته بما يساوي عدة أيام ذلك الطالب وأيام والده، ثم تجاوزه الطالب غير آمن به لأنه ارتكب في رأيه حراما، فكيف يفتح حتى يستمع مثل هذا الشيء؟ هذا الجفاء، هذا الجفاء الذي لا نريد للمسلمين هنا ولا هناك ان يكونوا علي، وان يعاب علي الجور في حديثي ونقل العلم الصحيح للناس افضل من ان يعاب علي السفاهه والاستقرار بعقول الناس.
هذا ما نخشاه على المسلمين. وانا اريد نفسي ان اقف في هذا المكان بالامان حتى اطول. ما دمت حيا اذا وقفت في هذا المكان علي ان اقف فيه بامانه، بامانه الله وامانه رسوله التي اخذها الله تعالى على اهل العلم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقني لذلك رب العالمين. ما دمت حيا اللهم اعني رب العالمين. وكذلك رب يقيه في معرفتي عن عمر انه كان اذا كان داخلا في بيته رضي الله تعالى عنه وارضاه ترنم من بيت والبيتين، وسواء في ذلك غناء المرء لنفسه او استماعه لغيره، ما لم يكن كما قلنا فحش ولا خلع. ما لم يكن في الكلام فحش ولا فسوق ولا دعوه الى العصيان، هذا يحرم الواحد كما سمعوا. ايها الاخوه والاخوات، هكذا يتسم باب واحد لكثير مما يروح عن النفوس ويدفع عنها الملل والسلام. لكن هذا المباح الذي اباحه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يصير محظورا ممنوعا عندما يكون باعثا على الفساد او صادا عن سبيل الله. هو مباح، لكن انا استعملته في غير موضعه صار حراما عليه، كالغناء المعتاد عند المجتهدين به الذي يحرك النفوس والعزى على النجوم، كما قلنا عندما ترى الشباب والشابات يقفن بين يدي مطرب من هؤلاء ومطربه يتراقصن ويتزاحمن بالاحسان. هل ترى ذلك مباحا في كتاب الله ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء حولوا المباح الى حرام. ولما لم يكن ان هذا الفعل حرام فهو سفيه ترد شهادته. ذلك الغناء الذي يحرك النفوس ويبعثها على الوجود، والذي يحرك الساكن ويبعث الكامن في النفس، فهذا النوع لا يختلف في تحريمه ولا يختلف على تحريمه احد. وكلما عظم خطره عظمت حرمته. كلما عظمت المخاطر الحرب. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن أم علقمة أخبرت أن بنات أخي عائشة الصديقة بنت الصديق، وأنا أحرص أهل السنة عندما أذكر أم المؤمنين عائشة أن أقول الصديقة بنت الصديق، فحرصوا على إكرام أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين بالدرجة الأولى. بنات أخي عائشة، قالت أم علقمة أن بنات أخي عائشة فتنة. فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من نلهيهن؟ لأن عملية الختان فيها مشقة على الأولاد ويحتاج إلى نوع من التسلية والمداعبة، شيء من الغناء والتفريح. قالت: بل مفيش مانع، ليس عندها مانع. قالت ام علقمه: فارسلت الى علي. علي هذا كان يضرب الناس، يعني يغني، فاتاهن غنى. فمرت عائشه في البيت فراته يتغنى ويحرك راسه طلبا، وكان ذا شعر كثير، عنده شعر في حلم وبيغني وبيهز ايه؟ بيهز راسه وكتافه كده زي النساء يتسنى ويتخنس. فقالت ام المؤمنين: اف شيطان، اخرجوه. لما رات منه عائشه التمايل الذي يشبه تمايل المخنسين مع ما لهم شعر طويل، استشعرت هنالك الحمى والمن بعدما صدر منها الاباحه رضي الله تعالى عنها وارضاها. لقد اباحت واذنت، فلما رات الحرام خاطر المباح منعت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهكذا يكون الدين ويكون الدين. ومن ذلك ايضا ما اخرجه الفقيه في كتاب اخبار مكه ان عبد المجيد بن ابي رواد، هذا المحدث الكبير وثقه من ثقات امه محمد صلى الله عليه واله وسلم،
ان الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل التابعين وتبع اتباعه. خرج مع اصحاب النهو من تلاميذه الى بعض نواحي مكه يتنزه، خرج للنزهه. وهذا ايضا في الترويح شيء مباح. وكان معه شيخ كان يتغنى، كان يعني يعمل مطربا قبل. فقال له اصحاب عبد المجيد تلاميذ: اسمعنا بعض ما كنت تعمل، سمعنا بعض الاغاني كانت كنت بتغنيها. قال: قد تركت ذلك، هل تركت هذا العمل لله خلاص اولا؟ قال: قد كنت مع السفهاء. اسمعنا انت كنت تغني مع السفهاء، دلوقتي تغني العلماء. يعني مرحله ثانيه انتقاله كبيره في حياتك، يعني تكلم مع السفهاء، الان انت مع العلماء. فمن؟ فقال: كيف ابن عبد المجيد؟ نعمل ايه بالشيخ؟ ما نقدرش نغني قدام الشيخ. فقال ابن عبد المجيد: ان هذا الشيخ كان يتغنى فتاه. وقد قلنا له: فسمعنا، سمعنا الشيخ من هنالك، فكره ذلك من اجلك، كره ذلك لوطنك. فقال له عبد المجيد: اسمعه. فيش مال غني يا راجل، الشيخ اذن. فتغنى، فماذا قال؟ قال: من ياتنا يرعي الصلاه لوقتها الا تيمم او صلاه او سافر. بئس الغباء، اللي يحضر مجالسنا ودي حقيقه، اللي يحضر مجالسنا يسيب الصلاه لا يصلي الصلاه لوقتها. من ياتي لا يرعي الصلاه لوقتها الا تيمم او صلاه او سافر. قال: فقال عبد المجيد بن ابي رواد: بئس القوم هؤلاء، بئس القوم هؤلاء. إذا كان هناك بهذه الطريقة ولون أصحابك اللي بيسمعوك، فليس الصاحب وليس الوالد يسكت. والرجل ذكر حقيقة من حقائق الصنعة، وهي الصد عن سبيل الله تعالى والصد عن الصلاة وحضور مجالس الذكر. وهذا من أكبر أسباب التحريم والمنع لكل مباح. وفيها وبسببها كان نزول آية الجمعة. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، يخطب خطبتين، وكل الجواري يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. يعني صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، وكل الجواري إذا أنكحوهن إذا تزوجنا يضربون بالكف والمزامير، يضربون بالكف وبالزمار يزفوا يعني زفة العروس يعني. فيتسلل الناس ويدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، تخرج الناس تتفرج على الزفة. فعاتبه الله عز وجل فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. وهكذا أيها الإخوة الأخوات، تحول الناس، أنا وأنت كلنا، الناس هم الذين يحولون لسوء تصرفاتهم ما أباح الله تعالى لهم إلى حرام وممنوع، ويرتكبون به إثما كبيرا بعد أن كان لهم فرحا وترويحا. والحديث مع سورة لقمان وما فيها من حكم وآداب موصول معه إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. Seek refuge
And Allah forgave from ourselves and from the scholar beings, praying to Allah, guides that his hand today can stay, and Allah allows to stay, that his hand can have. And we witness that there is no God but Allah, and Muhammad is his message. Dear Muslim brothers and sisters, we have stated last week that scholars authorized permissible singing in the seven times. All have authenticated evidence from the authentic Sunnah of the Prophet. We also discussed two of the seven types. The first type is singing that describes things dear to the heart of the Muslim, as reminding of worships and the impacts of the souls, praising Allah, praising the Prophet, and reminding people of the hereafter. The second type is singing that travels, saying the words of poetry to spread enthusiasm within people and to help the animals move. Today, we will continue describing the permissible types of singing. The third type is singing that is used to encourage laborers to work hard. As an example is what happened during the digging of the trench around the Medina, when the companions of the Prophet ﷺ sang the verses of poetry and the Prophet ﷺ sang with them, repeating the end of the poetry verses. The fourth type is singing at weddings. This type is known, and the Prophet recommended this type of singing. Also, scholars agree that it is permissible to use musical instruments like drums and tambourines with this type of singing, as long as the singing has no obscene words in it. The fifth type is singing during war to elevate courage and to spread enthusiasm. And musical instruments can be used here as well. Ibn Arabi said the use of drums during war is encouraged because it encourages the souls and scares the enemy. The sixth type is singing for children to calm them down and help them go to sleep or to play with them. Prophet used to hold the hands of Hassan and used to make him warm up his chest. And he used to say to him, "O small boy, rise like a little bird." The seventh type is singing during religious holidays, especially Eid al-Fitr and Eid al-Adha. We all know the story of the singing of the girls at the house of Aisha during Eid al-Adha. And then her father, Abu Bakr, opposing. So the Prophet ﷺ told them, "Oh, well, every people have a holiday, and this is our holiday." The Prophet ﷺ intended to show us that our faith also has time for play and celebration. And since this type of singing is a sunnah, righteous people of knowledge used to ask children to sing during your Eid. Shaykh authenticated an authority of a Shaykh that a child passed by a town during the Eid and said, "We didn't hear any singing," so he said, "Why don't I see people playing the tambourines? This is a sunnah during these days." Dear brothers and sisters, a similar type of singing is singing to receiving travelers after coming from their travels. Even if the absence period was short. As an example to that is the singing and playing the tambourines of the Prophet in the Medina, and the dancing and singing of the Abyssinians in front of the Prophet, saying Muhammad is a righteous person. Similarly, a woman vowed that if the Prophet returned safely from the battle, then she will play the tambourines and sing for him. So if this was forbidden, then the Prophet ﷺ would have asked her to atone from her vow. Since one of his sayings, no vow is in committing sin. Also using the same criteria, a person singing to entertain himself is also permissible. This action was done by the companions of the Prophet ﷺ and in the holiest of places. Muhammad ibn Abdullah ibn Nawfal mentioned that he
saw Osama bin Zayd in the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam laying on his back, lifting one of his legs on top of the other and singing Arabic singing style that's called a mosque. Al-Bayhaqi authenticated in the authority of Abdullah ibn Utba that he heard Abdullah ibn al-Arqam singing with a loud voice while he was one of the most righteous men. Also, Omar used to sing one or two verses of poetry when he used to enter his house. All of these are examples of a person singing for himself as long as the lyrics are not obscene or do not include words contradicting the faith. Dear brothers and sisters, this shows that permissible singing includes many types that are sufficient to entertain the soul. However, the consensus of the scholars that singing becomes discouraged or forbidden when it spreads corruption by preventing worship, and when the singing entices souls to lewd acts and promotes sin, and when singing is accompanied by lewd dancing. One of the examples of that is what was narrated on the authority of Umm al-Qalam that the nieces of Aisha were circumcised. So somebody told Aisha to get somebody to entertain them, so she agreed. And they brought them for day, and he was a singer at that time. While Aisha was passing the house by the house, she saw him singing for the girls and moving his head, dancing, and he had long hair. So she said, "This is a demon, kick him out." So when she saw him leaving his body like a woman with long hair, she sensed that it became a forbidden act after she approved it. Another example was authenticated by Al-Faqihi that Abdul Majid ibn Abi Rawal went with some of his students for a walk around Medina, around Mecca. Al-Mansur was an old man that used to sing. So Abdul Majid's students asked the old man to sing for them one of his old songs. So he said, "I stopped singing." They said, "Before you were in the company of foolish people, so sing for us." He said, "How about the presence of Abdul Majid?" So they told Abdul Majid, "This is an old man that used to sing," and he repented. So we asked him to sing, but he would not because of you. So Abdul Majid said, "Sing for them." So he sang, "The one that joins us stops performing his prayer on time." Praying short prayer like a traveler and performing tayammum instead of ablution. So Abdul Majid said, "Worse people as you come." So every permitted entertainment that becomes a distraction from worship or remembrance of Allah becomes forbidden. That was the reason for the revelation of Surah Al-Jum'ah. Muslim Ibn Jabir related that the Prophet ﷺ used to stand and preach, then he used to sit and then stand up again to deliver the second sermon. Sometimes weddings used to pass by the mosque with people playing tambourines and flutes. So some people used to sneak out and leave the Prophet ﷺ standing and preaching. So they were reproached by Allah in verse 11 of Surah Al-Jum'ah. Allah said, "But when they saw a transaction or a diversion, they rushed for it and left to stand." So when people misbehave, they turn permissible action.